ردت الممثلة أروى جودة على السخرية والانتقادات التي طالت أحد الظهور لها في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة. ظهرت أروى بفستان بفتحة جانبية لأعلى الفخذ، وظهر ساق أروى جودة وبه سيليوليت دهون تحت الجلد تشبه قشرة البرتقال، مما أثار سخرية الكثيرون ووصل لحد الاستخدام إحدى شركات منتجات التجميل لصورتها والترويج لواحد من منتجاتها بأنه سيخلصها من هذه المشكلة. لترد أروى جودة على هذا الحساب كاتبة: أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيليوليت، ده حاجة عادية وطبيعية، ده غير إن ما يصحش تستعمله صورتي أو صورة أي حد بدون استئذان. يذكر إن أروى جودة تتواجد في مدينة الجونة لحضور المهرجان السينمائي هناك، وأشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان أحمد السقا ومنح جائزة الإنجاز الإبداعي عن مسيرته الفنية ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.